طيب، في هذه الزيارة كان الصديق العزيز النائب المحترم عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا أستاذ أسامة، تحياتي ليك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة. أستاذ عماد، يعني ملاحظاتك إيه في اللي أنت شفتها مختلف عن اللي إحنا شايفينه في هذا التقرير، وأنت عندك عين فاحصة يعني؟ اولا في توجه جيد علينا ان احنا نحيي عليه وزاره الداخليه، وهو انها بدات تفتح باب الزيارات للسجون. انا دي ثالث مره، رحت مرتين قبل كده سجن طرة، وامبارح في سجن المسا في القناطر الخارجيه. مجرد الفتح ده بعد فترات طويله من عدم الزيارات ده تطور مهم جدا وجيد. النقطه الثانيه، احنا تقريبا لفينا امبارح في معظم اجزاء السجن زي ما حصل معانا برضو قبل كده في طرق، وناقشنا السجينات في ظروفهم في احوالهم. انا يعني اتكلمت مع 4 أو 5 سجينات وظهر جزء منهم في التقرير، وحاولت اقول لهم انتوا طيب ما بتعانوش من مشكله؟ الناس بيقولوا لا، هم سجينات عاديات، يعني فيما يتعلق بالاكل بالشرب بالانتاج الاكتفاء الذاتي، وزاره الداخليه عامله حقيقه يعني تقدم جيد، وبنشوف بعض انتاجها الفائض في السوق، بل انه احد الحقوقيين الكبار يعني قال ان انا هشتري مكتب من اللي شافه امبارح، انتاج راقي ومحترم ولا يقارن طبعا بسعر السوق. لكن كما تعلم اخي اسامه ان الدنيا كلها بره لا يتوقف، ما بيشغلوش كتير ان انت عندك اساس ولا لا، انت عندك الاكل المتوفر ولا لا، ده طبيعي يعني، هم بيشوفوا ان ده طبيعي، هم ما يشغلهم الجزء الحقوقي. انا سالت سيادة اللواء هشام البرادعي يعني مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أكثر من مرة، وفي حضور الزملاء الأفاضل والشيخ علي جمعة، قلت له طيب بما إن إحنا بنقول طول الوقت إن إحنا عندنا الأمور جيدة والحمد لله، لماذا لا نفتح السجون أكثر؟ لماذا لا نرتب زيارات لمنظمات دولية أكثر؟ يعني إمبارح كان معانا أكثر من منظمة حقوقية، فاقترحت إن إحنا يبقى في توسيع لده بما فيه الناس اللي بينتقدونا. يعني اجيب طالما انا عندي حاجه مشرفه وحاجه جيده، اجيب الناس تعالوا تفضلوا وشوفوا وما بخبيش حاجه، وده هتبقى افضل رد. لانه انا بقرا تقارير كثيره يا اخي الكريم، يقول لك البطاطين قليله، الراجل اقسم لي بالله العظيم قال لي طب انا يعني بصرف فلوس وبعمل، انا لو بطاطين قليله انا هوديه يتعالج على حسابي انا على حساب الدوله، ايه اللي يخليني ان انا ما اديلوش بطاطين كفايه وما فيش اكتر من البطاطين في السجن؟ فبتدي فرصة لبعض الأبواق المسعورة بجد. وفي طبعا كما تعلم أنه أنا رأيي الواضح أن هناك استهداف في مصر كلها في حقوق النساء، وفي منظمات مشبوهة بالفعل، لكن هناك أيضا انتقادات من دول علي أن أنا أرد عليه، علي أن أنا أشوف طريقة عملية للرد على هذه المشبوهين، أرد عليهم وانتقدهم. لكن البرلمان الأوروبي لما يطلع تقارير وانتقادات ما ينفعش اتعامل معاه كما اتعامل مع منظمه مشبوهه، واقول لهم اصل انتوا عندكم مثليه جنسيه، يا سيدي عندهم الحل في هذا الموضوع، علينا ان نجد طريق عمليه محترمه ولائقه، طريق باسم مصر. نحن بنقول لهم احنا بنحترم حقوق الانسان، مش عشان انتم بتطلبونا ده، لا، عشان الشعب المصري يستحق، عشان هو ده جزء من عقيدتنا بالضبط. احنا بالضبط. فبالتالي هي شيء جيد يتم تنظيم هذه الامور، لكن ايضا علينا، انا كتبت امبارح في الشروق استاذ اسامه، قلت يعني ما ينفعش نعالج قضيه حقوق الانسان والانتقادات بطريقه التبشير في المؤمنين، ان انا اطلع في الاعلام المصري اقول احنا احسن ناس، ماشي يا سيدي كويس ان احنا احسن ناس، وكويس ان اقول ان في تامر وفي لكن عليا ان انا اوجه خطاب للي بينتقدني، مين اللي بينتقدني باسلوبه في التفكير بلغته واقدر اوصل له واكلمه بوضوح عشان افند هذه الاكاذيب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا النائب المحترم عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق.